يا عالما ما في الصدور، القلب مشتاق لنور، ثبته لو طال الدهجى في طاعة المولى الغفور. وعذوب نفسي قد غوى، والقلب مال إلى الهوى، فمن بعفوك إنه من غير فيضك ما ارتوى. وعذوب نفسي قد غوى، والقلب مال إلى الهوى، فمن بعفوك إنه من غير فيضك ما ارتوى. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأصلي وأسلم على حبيبي وقائدي وقدوتي محمد صلى الله عليه وسلم، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير، تركنا على المحجة البيضاء والطريقة الواضحة الغراء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا معتد ظالم هالك. فصل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمي الكريم. مشاهدين الأفاضل من مكة المكرمة من أطهر البقاع وأقدسها أحييكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع برنامجكم طهر قلبك. الغنى من شأن الله والفقر من شأن العبد، فالرب رب والعبد عبد، فلا يستغني عن ربه وهو إليه مفتقر، ولا يستقوي بنعمة مولاه على معصيته ومخالفة أمره. قد يكون الإنسان من أغنى الأغنياء، وقد يكون من أقوى الأقوياء، وقد يكون من أعلم العلماء، وهو مع ذلك في منزلة الافتقار إلى الله، وفي سلامة وجودهم، وفي استمرار وجودهم، وفي إمداداتهم، وفي حاجاتهم، وفي قيامهم، وفي قعودهم، وفي سمعهم، وفي بصرهم، وفي عقولهم. وبالمقابل قد ترى إنسانا من أفقر الفقراء، ومن أضعف الضعفاء، ومن أجهل الجهلاء. القرآن شاهد على ذلك في آيات كثيرة، منها: أنا خير منه، قالها إبليس فأهلكه الله. أليس لي ملك مصر، قالها فرعون فأهلكه الله. نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، قالها قوم بلقيس فأهلكهم الله. إنما أوتيته على علم عندي، قالها قارون فأهلكه الله. كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه وهم صفوة البشر، عندما افتقروا إلى الله في بدر نصرهم وجعل نصرهم آية من آياته. لكن في حنين لما اعتد الصحابة بعددهم واعتدوا بقوتهم، ولما قال بعضهم لا نغلب اليوم من قلة، لم ينصروا. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. من افتقر إلى الله رفع الله قدره وأعلى مقامه، وألقى في قلوب الناس محبته. وإذا قال الإنسان أنا معتدا بنفسه مستغنيا عن ربه، تخلى الله عنه. وإذا قال الإنسان يا الله مفتقرا منكسرا ومستعينا بالله، تولاه الله. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا. نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، ونبوء بذنوبنا. فاغفر لنا، فاغفر لنا يا ربنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. نستغفرك ربنا ونتوب إليك، نستغفرك ربنا ونتوب إليك.
اللهم أعزنا ولا تهنا، واغفر لنا واغفر لنا ذنوبنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعزنا يا رب العالمين، اللهم ارفع عنا الذل والهوان في هذا الزمان، اللهم ارفع عن المسلمين الذل والهوان في هذا الزمان، اللهم اغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، يا حنان يا منان، يا قريبا غير بعيد، استر عوراتنا واغفر زلاتنا، آمين آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله. يا عالما ما في الصدور، اغفر لعبدك يا غفور، قلبي رجا طول الدجى نورا فغل القلب نور. منك الرضا منك الأمان، والقلب يشتاق الجنان، إن كان ذنبي فادحا فبعفوك القلب استعان. منك الرضا منك الأمان، والقلب يشتاق الجنان، إن كان ذنبي فادحا فبعفوك القلب استعان.